الله نسي دنيا الفقر عليك يا رسول الله كان نبيك مختار عليك يا رسول الله من لو خجز بنور عليك يا رسول الله يالو بس حاجر مندر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ ጓደኛዬ የመርሳት ችግር አለበት ሃይላት ና እ እሺ ዴቭ ኒዳ አው የመርሳት ችግር አለበት ችግሩ እንዴት እንደጀመረ ለተመልካቾቻችን ልትነግሩ ትችላላችሁ የምን ችግር አሁን ባብሶበታል ጭራሽ ልብስ ማጠብ እንደምትሉ መርሳችሁ ለዛ ነው ሁሌ ልብስ ሲቆሽሽ እየመጣው ማጥብለት ዛሬ ደግሞ የይድባል እሱ እንደሁል ጊዜ ኦም ያቀበለኝ እኔ ደግሞ የይድ ልብሱ ግን ሁሉ ነገር እየረሳ እንዴት አድርገ ነው ኦም ማቀበል ማድረስ በቃ እኔ የመርሳችሁ ችግር የለብኝ እኔ ልብስ ማጠብ ስለማልችልበትና ማለት ነው በደም ባርካ አጥፋ ስለምታጠብ ላለፉት 5 አመታት የረሳው ያስመስልኩ ልብስ ያሳጠባታል የመጨረሻው ፓርት ቁራታ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رمضان له مكانة عظمى في ديننا رمضان بديناتشن تلك بوتان يتسطو اولا مجمريا فهو ركن الرابع من اركان الاسلام رمضان كدين الاسلام اركانوچ مسوسوچ است اندو نو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان من له اراتنيو مازن نو رمضان اراتنيو مسرت نو رمضان وصوم رمضان رمضان تلك درجة له ثانيا هلتنيو وفيه نزل القرآن قرآن يوردو بزيه رمضان ورلينو يقول الله تعالى الله من الال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه شهر رمضان إيه رمضان ور قرآن يوردبت ورنو إلى النال قرآن يوردبت كوردبت ور بلاي درجة يتسطور الله وانا درس السلام يا هيرا وندمي السلام وانا درسش يا هيرا واهتي رمضان كريم يهون ومنيوتي ثالثا سستنيو وفيه ليلة خير من ألف شهر بزش برمضان استعند للي تالج كأندش ور بلاي واقع اللات كأندش ور يمتشال لليت برمضان ورستاق فالج رمضان تلك أن تنستولو الله سبحانه وتعالى من إلال ليلة القدر إيش عندي ثلاليت على التي تلاكش لليت خير من ألف شهر كأندي شوار تبلت على التلال إيش لليت يتستنها لتشو رمضان وست رابعا أردتني تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وتسلسل بزي برمضان يجنة بروتش كففتالو يجهنم بروتش الزقاقالو شيطانو تتاسرالو متى صربت ورنو كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام نبي أتشم من إلالو إذا جاء رمضان سمتا فتحت أبواب الجنة يجنة بروتش كففتالو فتحت مبالغا كففتالو وغلقت أبواب النار يجهنك الزقاقالو وصفدت الشياطين شيطانك متاسرالو إلالو عليه الصلاة والسلام وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بقبا قزي فتحت أبواب السماء يسمى يبروتش كففتالو وغلقت أبواب جهنم يجهنم بروتش الزقالو وسلسلت الشياطين شيطانتش بسنسلة التفرالو أي درجة لرمضان درجة ونياتشو خامسا امستنيا النفل تعتبر كالفرد نفل سنه صلاتك يفردها الواجب ستاتشوال سنه ولا ترك السجد فرد اند سجد تركون بيصاف الله والفرد يعتبر ك70 فرد عند فرد ده مسرا 70 غزي اند سراه تركون بيصاف الله عند ظهور بالسجد برمضان 70 ظهورات اند سجد تركون بيصاف الله درجات رمضان تلك درجان يالو سادسا سدستنيا باب خاص للصائمين
ለጾመኞች ለየት ያለ በር አላህ ጀነት ውስጥ አዘጋጅቷል። አንሰህሊን ረዲየላሁ አንሁ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰለም قال ነብያችን ምን አሉ? ان في الجنه بابا يقال له الريان ጀነት ውስጥ አንድ በር አለ ስሙ ريان የሚባል يدخل منه الصائمون يوم القيامه يوم القيامة صمن يتشقب بطل رزي بالرست لا يدخل منه أحد غيرهم ليلا ما نمى يقوام كان السوج يوم القيامة كالله في التسبسبو يتران يقالوا من البلال أين الصائمون النزاع صمن يتعلو فيقومون يقوم هلو فيدخلون الجنة جنة ريان بمبالو بري قبالو فلما دخلوا كجبوا بهلا يغلق الباب لا يدخل احد غيرهم كنسوج ما ما يقوا لصوم ليت على بر مسطته صوم كالله زند يالون درجه يسيال كصوموچو لا دمو يصوموچو عينتا دمو رمضان نو نبياچن بل الحديث من يلالو كما في البخاري من حديث ابي هريره قال قال عليه الصلاه والسلام ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الريان يوم القيامة صوم الدنيا لابزو تهدو سوج بصوم يصوم برال ريان ميبال بزاب ريت برال للالو لسو ليت على برمز قاجتو ليت على درجان دار لها سيد سابعا سبع التنيا يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيك أن يصوبها رمضان قبط سكيوتا بيك أن الله يصوبها الجنة من الال يوشك عبادي الصالحون أن يسيروا إليكي لجنة مليلاتال من هالبات نزادقا قباروشي ودانجكو يدوني انتاتا چرسو ليماتو يشلالو سلزي بطور هني تامس لتسناك جاشو يقبال ياسوبة تال الله ثامنا سمنتنيا رمضان أوله رحمة رمضان إما جمريو إزنتنو وأوسطه المغفرة محكلنيو مهرتانو وآخره أعدكم من النار ما جرشو دمو كجهنم نساء ميكون بطورنو إما جمري أسر كانو رحمة መሐለኛው መግፊራ አላህ ባህሮችን በመሐለኛው የሚመርበት ነው የመጨረሻው አስረኛ ቀኖች ደግሞ አይትኩም ሚነና ከጀሃነም ነፃ ወጥቻችኋለሁ የሚልበት ወር ነው አስአሉላህ ይርሐመና ወይግፊራ ለና ወይዕቲካ ሪቃበና ሚነና አላህ በመጀመሪያው አስረኛው ይዘነልን በመሐለኛው ይማረን በመጨረሻው ከጀሃነም ነፃ ያውጣን አሚን اللهم አሚን تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا لصومنيوش ملائكوش استغفار يدرقالو اسكافطر درس الله أكبر ملائكة أن صومنيا صوم اسكافطر استغفار يدرقالو أبعاد هذه المكانة مكانة كذيبة لهم قدي درجة الله لعندنا قر كذيبة لهم درجة الله رمضان تلك ورنو إذن كيف نستقبله اندي تنك أبلو ينتعلق كده እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱና ጸዳለም ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው እንቀበለው ረመዳን እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان نبي يسديف ነበር يتقبلت رمضان وكيف كان الصحابه يستقبلونه صحابوች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن እኛስ እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር أما الرسول نبيه صلى الله عليه وسلم رمضان بتلك هنيتا نبر مكبلوت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وأحمد إمام أحمد الطبراني بزقبوت زقبالي إذا دخل رجب كرمضان بفيتها له كل التنور رجب شعبان رمضان قنا رجب سيقبا نبيه كم من إلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله رجب لنا شعبان بارك لنا رمضان دم ودرسا إلالو عليك الصلاة والسلام اندي نبر نبي صلى الله عليه وسلم بلهفة وشوق نبر مكبرت رمضان سيبتا لرمضان رعا درقالو الله اندي درسات شو وأما السلف قدمت سلف وشاكين نبي صلى الله عليه وسلم يكون تقوطات صحابه جنة ينسو يلجدوش يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان سدستور الله رعا درقالو رمضان اندي درسات شو سدستور رمضان سدستور قناة سكروا دعاء يدر قالوا يا اللهم بلغنا رمضان أدرسني يالو فإذا بلغهم رمضان الله رمضان يدر رساتشون دون جدوا واجتهدوا في العبادة وأخلصوا عبادات شونا تنكروا قرآن سكروا ولالو الله سيقزوتي ولالو فإذا انقضى رمضان رمضان سالك جلسوا خمسة أشهر يدعون الله ويسألونه أن يتقبل عنهم رمضان كزام رمضان سيوتا أمستور كمتعلو دعا يدرقو الله وي رمضان أجن تقبلن يون فباك تقبلن دعا أمستور علماء من يعلو فالسنة عندهم كله رمضان
ከሰለፎች ዘንድ አመቱ ሁላ ረመዳን ነው። ስድስት ወር ከመግባቱ በፊት ዱዓ ያደርጋሉ። ከገባ በኋላ ወሯን በትክክል በዒባዳ ያሳልፋሉ። ከወጣ በኋላ አምስት ወር ቁጭ ብለው አላህን ተቀበለኝ ይላሉ። በይነ እስትዕዳድ ለኢስቲቅባሊ ስድስት ወር እሱን በመቀባበል ወበይነ አመሊን ፊሂ ኢዛ ወሰል በደረሰም ጊዜ እሱ ላይ በመስራት ወበይነ ዱዓኢን ሊላሂ ቢልከቡር አመቱ በዚህ ነው የሚያልቀው። አላሁ አክበር። እንዴት ነበር ሒርሳቸው? እንዴት ነበር ይህን ታላቅ እንግዳ ያስተናገዱት? አማ ነሕኑ ዓፋና ላህ እኛን አላህ ይዘንልን። ሐቂቃ ረመዳን ከመግባቱ ወር በፊት ረመዳን መቼ እንደሆነ ማቅ ሙስሊም አለ። ጋዜጦችንም ዙሪያ የተመለከትክ ደሆን ከወር በፊት ስለ ረመዳን የሚናገሩ አታገኘም አላህ ካዘነላቸው ውጭ። መርካቶ ሳምንት ሲቀረው እህል ለወር ለአመት ይዘጋል የተባለ ይመስል እህል ሸመታ ህዝቡ ይገባል። ቁሳቁስ ግዢ ረመዳን በምግብ ነው የምንቀበለው? ላ نستقبله بالطاعة بعبادة نبر مكة بل ميقبان وطاعتو شده مفنيتاش متى عم يسازنال على منجا يزاري رات تامت ما عنده متازقة جاكال ولد تامت سيكرو من هالا عمت اندكرو بتكل تنكلو هاكال سند استيديوم يعني ياتشاقر انده السلاش تنككو هاكال وور سيكرو تيليبجيني قزال يا على منجا اللي مكبل سيسرافك عدد لهور يكبل عنه اندي لقر كواسي قوقوانو لعلى منجا رمضان اللي كنت كرتال سبتوم سلفوش كن سدستور نبارك أدمو دعام يدرقوت. أما عبد الصالح طرو يا الله صالحي ونبالع مكبر ود الله بمتوبت نفس بمتساسب والمحاسبة والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالح يا رمضان قزيو الشن بطرو خير سرع بما صواب لما صواب بكرتو الصالح ومكبرو دقاء قباروش إن يام بزينو مكبرو مكبرو مجمر يا رمضان لنك أبلا ميكبا نستقبله بمحاسبة النفس نفسها جمبا مرمر. مضت الأيام والشهور والأعوام ورا تجهد كانوا تجهدوا أمتا تشتوازوا مضت وانقضت كزيوش ألفوا لكن علمها في الكتاب لا يذل ربي ولا ينسى نقرقن الله سبطال أي تفهم نفسها جمبا مرمر إنه رمضان لنك أبلا ميكبا. قرأ حسن البصري هذه الآية حصل البصري تلاك عالم يهني الله ننكس عن الببنا من علو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا الله ملال أني بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة بطلاك كان بكبارك أن أمن علو ولا أقسم بالنفس اللوامة أي أقسم بالنفس اللوامة راس أنا ممت أقسم بغنش نفس أمن علو سيل هنا عسف السر من علو حصل البصري وقال لا تجد مؤمنا إلا لواما لنفسه عند المؤمن نفس كل سيوك ستنجات تاقين يوم يقول ماذا أردت بفعلتي أو بسرّوا تسرى من السبي سرّوا وماذا أردت بكلامي بتنقر هدنقر من فلقينه نفس سمرا مرنجي مؤمن زنبلو التاقين يوم لالو سلزين يام نفسات جمال ناس سبلو صلاتات جمال ليتنو سوغا لنجنو ينتنو نتاباتنا كورا لنوي أقيدات جمال ليتنو نفسات جمال من مرمر بتورنو بزينو من الكبر مكبو. يقول فضيل بن عياد تلاك عالم فضيل بن عياد من لالو والله إني لا أعلم من يعد كلامك من الجمعة إلى الجمعة نبا الله ونبي كجمعة كجمعة نققرون ميكوطر سوتش نياك ألو إلى اللو منو نزا سوتش عند نزا صالحوتش نققرات ونيكوطر تنبر منو يسافلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عند سو منو نققرين نقرم كقولنو تتباباك ميسفو ملايكوش بنورنجي يسافلو سيزي دقاق سويتش نققراتش ونقوطرو تنبر من يحل لقر تنقر بيجو معو ياسبو تنبر اكسر ريتي يدربو. قالوا أهل العلم أهل العلم علماء وشمنالو ربما يقصد نفسه فضيل بن عياد سراو لأ الله اندثون لتدبكو أثنو انجي راس مالتنو إلالو منو لإخلاص الله رجان دياك اللاتشو سواك اللو بلون من ناقر ودقاق سويتش نققراتش ونقوطرو تنبر لمن تنقر من يحل لقر تنقر منو مزقباتش ليوم القيامة نيوالنا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب في حكمته الشهير بتاوكو تبابا ينقراتشو سيدنا عمر من الالو حاسبوا أنفسكم نفساتشوهن تمرامروت قبل أن تحاسبوا كالله بتكرباتشو كمن مرمراتشو بفيت وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا نفساتشوهن مزنوات كالله فيت كمن مزنوات بفيت فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نجا كالله فيت كمن مرمراتشو إليك كزي راساتشو ممرمريك الله تشوهل دون علي راساتشو مرمروت
ሁኔታችን እንዴት ነው እንመርምር ይላሉ ወተዘየኑ للعرض الاكبر كالله فيت لفت لمتقرو بتلقو مدرك راساتكم ازجاجو يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيا يوم القيامه الله فيت قربالاتكم ميدبق سرا ينور ميلال مؤمن راسه لمرمرال سيدنا عمر راساتهم بطبق ميمرمرو نبر الله بتنشو نجر ياسبنيال بلو يمرمرنيال بلو ميتنككو نبر سيدنا عمر ميطافت چماقي የማር ጭማቂ ቀርቦላቸው ተበጥብጦ ብርዝ ነገር በእጃቸው አንስተው ቀስቀዛ ቢጠጡት ያስተጉትና እንድች ብለ ያያታል አቤት ይላሉ ብርጭቆን ያዩ አሁን በተጣሽ ጥፍጥናሽ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይሄዳል እርካታሽ ولكن يبقى حسابك مرمراش كن يوم القيامه አይቀርልኝ ሚሉና ይመልሷት ነበር ሊጠጣት ከእጃቸው ያቀረባትን ራሳቸውን ይተሳሰቡ ነበር ሰይድና ዑመር በጣም የሚገርመው አሚር አልሙእሚኒን በነበሩበት ሰዓት ቤተ المال የሚባል ለሙስሊሙ ንብረት የሚቀመጥበት ለዛ ከሬላ አገር ዘይት ይመጣል ከዛ ቤት የሚቀመጥ ሰይድና ዑመር ቆመው ያስገለበጡ ቃውን ወደ ቤተ المال ከመስገባታቸው ፊት የመጣውን ቃይ ገለበጡ ይጥሉት ነበር ባዶ ቃን ይጥሉታል ዘይቱን ከገለበጡ በኋላ ከሳቸው ግን አንድ ጻል ልጃቸው አለ ትንሽ ልጅ አብራቸው ከጎን ይቆም ቃው ሲውል ያነሳውና በእጁ ጠርጎ ጸጉሩን ይወለውለው ነበር ጸጉሩ በጣም ማንጸባረቅ ጀመረ ሰይድና ዑመር ስራቸውን ጨርሰው ዞር ሲሉ ይሄ ሰው ጸጉሩ በቅባት ተሞልቷል فقال له من اين لك هذا ይሄን ታገኘው አሉት ሰይድና ዑመር አባቴ ሆይ ከወደቀው ቃይ የጠረከው ነው ጸጉሬን የቀባሁት አለ ሰይድና ዑመር فقال والله لا يحاسبني الله بذاك الله በዚች ነገር እንዲተሳሰበኝ ወልቂያም አልፈልግም በሙስሊሞች ንብረት እንዲያርገ ራስክን እንዲያርገ ታስባለ ወሰዱትና ኢለል ሐላቅ فحلق شعره ወስደው ጸጉሩና ስላጩት በትንሿ ዘይት በተጣለችው ዘይት ራሳቸውን ይዚን ያህል ነበር ሰይድና ዑመር የሚመራመሩት اخر ايه نزلت في القران عند علماء سممنت عند قران مهران سممنت مجرش يوردتشو انكس اتش اياتنا يقول الله تعالى اتش ايات مدن الله سبحانه وتعالى ميلو واتقوا يوما يانن كن فروت ترجعون فيه الى الله ود الله متملسوبت كن كلاتشن ود الله نملسالن ثم توفى كل نفس ما كسبت يانيم ياناندو نفس يسراتشون سرا ትመነዳለች ትሞላለች ወሁም ላይ ወዘለሙን እነሱም አይበደሉም ይላል እቺ አያት እቺ አንቀጽ አያቱል ሙሐሰባ ትባላለች ራስን የምትተሳሰብ አንቀጽ ተብላ ትጠራለች ስለዚህ ራሳችንን እንተሳሰብ ይገባል የሰው ንብረት አንተ እጃለን ወይ ስንት ሰው አምታል ሶላተህ እንዴት ነው ረመዳን ዶ ረመዳን መጣ ለውጥ አለህን ወይ ራሳችን እየመረመረ ነው እንታላቅ እንደዳም እንቀበለው عبد الله بن مبارك تعلق علم استعرك لمن من رجل في بغداد رضى الله امنها وغمرها بالسلام بغداد يا هنا عراق الله سلام عليه من لسلات كذاك هاجر لنجددو كان دسو لي بئر اسكريبتو بئر تواصل كذام جروعتو لي اندادرغوت رجع الى خراسان فلما وصل الخراسان راى القلم خراسان ميبال هاجر سيدرسو جروعتو لي سيملكتو بئرون تملكتو اسكريبتو ለዚህ ሰው መመለስ አለባችሁ በጣም ብዙ ሀገር አቆራርጠው ነው የመጡት ከዛ ምን አሉ نرجعو لنرد القلم لصاحبه بلوا قالوا አብረው ለንግድ የተመለሳቸው ሰዎች እንመለስ ለቀለም ለስክሪፕቶ ባለቤት ብዕሩን እንመለስለታል ለአንዲት ብዕር ሀገር አቆራርጠው እንዳሁን መኪና የለም በፈረስ በግመል ነው የሄዱት አቆራርጠው አንዲት ብዕር ለመመለስ ነፍሳቸውን እዚህ ያህል ነበር ቀደምቶች የሚያስቡት እኔ እናንተ ላይ የስንት ሰው ንብረት አለ እኔ እናንተ ላይ የስንት ሰው ሐቅ አለብን ስለዚህ ራሳችን እንሰብ ኢዘን ነፍሳችን ካሰብን በኋላ خير ካገኘን አላህ እናመሰግናለን ለቀረው ጎደሏችን ግን ተውባ እናደርጋለን نستقبله بالتوبة النصوح ወደ አላህ በመመለስ ነው ወደ አላህ በመተውበት ነው እን ታላቆር እንንቀበለው يقول الله تعالى الله من الهلال ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون ما يتوبدوت الناسو ناتشو بدلني وجل الله سبحانه وتعالى سلازي متوبت الله بزو وجلالن رغت رمضان يمطاو وانجلاتشن ما طبن بزي ور توبتن وانجلاتشن اساطبن عيد لنغنانيو يغبال يقول النبي عليه الصلاه والسلام رمضان وانجل ما طبيا እንደሆነ ሲናገሩ ነቢያችን ምን ያሉ الصلوات الخمس አምስት ወቅት ሶላቶች አምስቱ ሶላቶች والجمعه الى الجمعه
ጁማዓ እስከ ጁማዓ درس ورمضان الى رمضان رمضان እስከ رمضان درس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر تهلك ወንጀሎች እየተጠነቀቀን እንደሆን ለተናንሽ ወንጀሎች እነዚህ ማጠቢያ ናቸው አንድ رمضان ጾመ በተከል ሁለተኛውን ጾም መሃል ያለውን ወንጀሎች الله ያጥብልህ ጁማዓ ሰግደ እስከሚከተለው ጁማዓ درس ያለው ወንጀል ይታጠባል በዚህኛው ጁማዓ ዙሁር ሰግደ እስከ አስር ያለው ይታጠባል አንድ ሶላት እስከ አንድ ሶላት ያለው ማጠቢያ ነው አላህ ያመጣልን ስለዚህ ሁላችን ወንጀለኞች ነን ሐቂቃ ሁላችን ሙከሰር ወንጀለኞች ነን ደግሞ ወንጀለኝነታችንን ለአላህ ተናዘናል አላህ ይማረን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል واخرون اعترفوا بذنوبهم ሌሎች ከፍሎች አሉ ደግሞ በወንጀለኝነታቸው የተናዘዙ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا መልካምም የሰሩ ሶላትም ምንም ዘካም አላቸው ይሰጣሉ አንዳንዴ ደግሞ ወንጀል ላይ ይወድቃሉ خيرም شرም ተደባልቆባቸዋል عسى الله الله الوفيت ان يتوب عليهم ይመራቸዋል ان الله غفور رحيم الله مهارنا ازينونا عبد الله بن عباس عسى مثلهم سيفسروا مالو عسى في القران للتحقيق برغط ማለት ነው አሉ عسى الله الوفيت ያለው برغط ይመራቸዋል ማለት ነው اسال الله ان يحقق لنا التوبه الله يمارن سلازي كلاتين صلاه يقوم بسوش كزي بحال على ما كون توبتن رمضان مغنانيت يالبن سو مننا ما سو كزي بحال ودمي فلا ملس وسنا رمضان مقبل ينوربنال راساتين مبربرو سنت سو يزاري امت ميا غي ابرو صمو نبر زندرو يلم يتهدى عفرت تشنوت طباب غرغواد است جبتوال اني نانتن الله وفقن بتوبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ